مرحبا، يعطيك العافية، إن شاء الله تكون بخير بصحة وسلامة. فيديو اليوم على جواب طرحته إحدى المتابعات من زمان، فمعلش ما سجلت مين، لأنه كتبت عندي بالنوتس بالملاحظات المواضيع اللي مقترحة. أنا جاوبت عليها باللايف بشكل مقتضب، اللايف اللي عملته قبل فترة، بس قلت خليني إنه أخصص كل فيديو إن شاء الله، يعني كل جمعة الأسابيع الجاي، على يعني الأجوبة على الأسئلة اللي طرحتوها. فهيكون كل جمعة هيك كمواضيع، وكل تنين التأملات إن شاء الله. اليوم رح أجاوب إنه كيف عرفت إنه توأمي هو توأم شالتي، وإيش هي العلامات. مثل العادة بسجل النقاط عشان ما أنسى شغلة. هلأ بالانفصال الأول بيني وبين توأمي، تعرفت على واحد نرجسي، ما طولت معه شهرين تقريبا. طبعا ما كنت عارفة لسه على مصطلح توأم الشالة. لما انفصلت عن هذا النرجسي، بحثت بالنت على انه فكرت هو توأم روحي. لسه كان قبل التشافي، الواحد بيكون مغيب، فطلع لي مصطلح توأم الشالة، وقلت اوه معناته لسه رح أقابل توأم شالتي. المهم بعد صرت أبحث خصوصا أول شيء بالجروبات الأجنبية، لسه ما كنت فايتة بالجروبات العربية. بعد رجوع توأمي إلي، هو لأنه رجع ضل يعني ضل يحاول فيني كم شهر، بعدين أنا يعني جات له. كنت لسه برضه مفكرة إنه لسه هو مش توأمي، لسه كنت مفكرة إنه لسه رح أقابله. بس مع مرور الوقت، مع الأون والأوف، مع الأحلام كانت بمئينين، إنه قلت يا ربي لا، كل الإشارات بتدل على إنه مراد هو توأم شالتي. وما تطور العلاقة والإشارات اللي كانت تجيني، يعني إشارات لا تعد ولا تحصى بكتير، يعني عرفت إن يعني بداخلي إنه مراد هو توأم شالتي. ومع هيك كنت أتذبذب بين الشك واليقين، بين الشك واليقين، كتير أكتر من مرة أطلب إشارات كمان من ربنا، غير إنه الإشارات تجيني لحالها. والإشارات كانت تجيني خصوصا لما يصير تفعيل الآلام وبعدها الانفصال الجزئي، مرحلة الأوف بيني وبين مراد كان. فكنت أطلب الإرشاد من ربنا، يا رب إن فعلا مراد توأم شالتي أعطيني إشارات، إن مراد فعلا توأم شالتي الحقيقي انزع حبه من قلبي. هيك تضل أدعي دايما، طبعا بالعكس ما انتزع حبي إله، زاد. مع هيك لين يعني لين ما بيرسى على بر، مع هيك ضليت إنه لا مش لا هو مش هو أكتر من مرة. لما كنت أطلب الإرشاد من ربنا، شفت مرة بجروب أجنبي إنه كيف عشان تتأكدوا إنكم إنه هذا الشخص هو توأم شالتكم، إنه تطلبوا من ربنا، وحتى تكتبوا بالإيميل، إنه زي تبعتوا رسالة لربنا لله المثل الأعلى، إنه في صيغة ما يعني تكتبوها من عندكم، إن فعلا فلان هو توأم شالتي، ورجيني إشارة
وحددوا الإشارة إنه هو توأم شالتي، واستنوا 3 أيام 72 ساعة وانسوا الموضوع، ما تضلوا تركزوا. يعني إذا شفتوا مثلا صور، يعني أنا مثلا مرة طلبت من ربنا أني أشوف بجعتين، مرة فرشتين بيض كمان فعلا شفتهم. خليني أحكي لكم شو كتبت. لازلت لحد هاي اللحظة برغم شكي في السابق، وحتى لدرجة الإنكار، يعني إن كان شك ولا لدرجة الإنكار كانت توصل، هي إني أنا مش بعلاقة توأم شالة، تجيني إشارات ربانية مثلا اسمه المتكرر، الأرقام المتكررة. مرات كتير كنت أشوف بها في موقع بنترست حرفي وحرفه، شيء كتير غريب. ومرة تذكرت كمان مرة لقيت بنترست هيك صورة عليها هيك زي كريم، دعاية الكريم، ومكتوب اسمه بالضبط بالإنجليزي MURAD. ومع هيك يعني كيف الإيجو بيتحكم، إنه لا مش هو ده، مش عارف ايش، بس الروح بتعرف، الروح من جوا بتعرف، عندها يقين. لما أكون برضو أعمل تأملات وأكون هيك أسمع لصوت روحي، أيوة هيك قلبي بينفتح إنه أيوة هو مراد توأم شالتي. مثلا برضو هذا يعني برضو تمرين تعلمته، إنه عشان تتأكدوا إنه مثلا احكوا إنه مثلا شخص تاني كنتوا تعرفوا إنه هو توأم شالتي، قلبكم بينقبض بتسكر. أنا كنت هيك أعمل زي يعني زي مقارنة، مع مرات كان قلبي ينفتح، انشراح الصدر، سكون، ما مش السنن النرجسي، لا قبضة قلب. هذه هيك مرة عملتها إنه من العلامات. أو إنه حتى بالتأملات، يعني مثلاً لما كنت أعمل تأملات عادية، تأمل مثلاً العائلة الروحية، وكنت كثير أعمل تأملات، خصوصاً كنت أروح على مركز بعمل مديتيشن بتسكر هلأ، كنت كل أسبوع إنه أعمل تأملات، والتأمل ما يكون له علاقة بتأم الشالة، يجيني بالتأمل مراد الله يرحمه. فهذه علامات. آخر شيء إنه لما شفت فيديوهات أستاذة رانيا، واحدة من صحواتي، إنه شفت عن طفولتي اليانغ وكيف وصف الشخصيات بالضبط، توصف شخصياتنا كأنها عايشة معنا، يعني جد فيديوهاتها. هذا برضو إحدى العلامات اللي كنت أكدت لي إنه مراد هو توأم شعلتي. تذكرت شغلة وبرضو نسيتها. هاي تقريبا العلامات. برضو تذكرت شغلة وأنا قلت أحكي عن وأنا بحكي عن الصحوات ونسيت. مش كتلين. إذا ذكرت حطها بتعليق إن شاء الله. هاي هي العلامات. هيك بحيص إنه الواحد ما يتذكر إشي. هاي هي العلامات اللي عرفت عنها. أكيد إذا في علامات تانية رح أذكرها بفيديوهات تانية. 5 سنين تقريبا، 6 دخلنا بالسادسة لما توفى مراد. وبرضه يعني حتى قبل وفاته الرؤية اللي شفتها وأنا مسترخية
وكنت عم بسمع لها تأمل توكيدات، هاي ما رح أنساها. هذه كانت يعني رؤية على إنه هو صعد قبلي، ارتقى قبلي للعالم الآخر. ذكرتها أنا قبل، رح أرجع هيك أذكرها سريعا، إنه أنا شفت حالي أنا ومراد بين الغيوم. كنا شباب، ما في عنا شاب، لبسنا مرتب، بشرتنا صافية، كان في سلم أبيض. مراد طلع قبلي، لما وصل آخر السلم مد إيده هيك إنه هو مبتسم، إنه إشارة إنه أطلع وراه. طلعت وراه بس مش على طول، وفعلا طلعت على السلم وراه، مسكنا ايدينا من بعض وكنا كتير مبسوطين. فهاي يعني ما بعرف، رؤية على الاتحاد كمان ان شاء الله. ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك حبيبتي، واعذريني عن جد انه ما تذكرت اسمك، اكيد رح تعرفي لانه لازم ارجع للفيديوهات القديمة. يلا يعطيكم العافية، واراكم يوم الاثنين.